بسم الله الرحمن الرحيم. أحوال فرضية الصيام. صوم اللي فردك ينهي عينة أحوالك معناه قرسوي. أمر المسلمون أولا مسلمين نهارك يلي كان الأمر سمي بصيام يوم عاشوراء. عاشوراء يؤيرو دوبك عاشوراء صوم أنا ما ألا يلي نامر سمي مسلمين كن كما في الصحيحين بخاريك المسلمة كاحتم يتنى من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما عنهم ثم فرض الله شهر رمضان تهو قمدلو عاشورة فرد كين سبتيميك لكلاب رمضان السفر ده بيالي فصام صيام فصار صيام يوم عاشورة عاشورها أي رسومان ما مستحب سنة قحتيه وأن وعند أن فرد شهر رمضان رمضان السفر فرد يكيه وعدي كان الناس سهدك دور رمضان السلاة سبتيه مخيرين دوري تلوكسجن آيات الكهنة والرأيتنا بين الصيام والإطعام مساكيناس كمين انك اسين سومان اسي سومان فران مسي سوما اسي مالت مع مساكيناس كمين فران وهو الرعاق سوك دوري سوك كما قال الله تعالى آيات اليال لك ينه نارسا يتلاهتت وعلى الذين يطيقونه دوده ينمو سوما بان دوده فدية طعام مسكين مسكين تياس كمين دوري تكي مسكين تياس كمين سوما بان دوده دوده هني سوما بكي كادو سوما بما مخيرك يعني دوري ليه فمن تطوع خيرا فهو خير له تطوعه يو سوما بيتا مثلا كادو صدقات ديحك او سوم الرأسيتك اتككي وهو تايسيمي وان تصوموا لكن سنتان ما يا ربي سبحانه خير لكم سيني تايسي سنين بسيب با اهبر السانة ان كنتم تعلمون سوم ابانم تايسين تارد سوم التنم تاردك وعدي سوم تنقلتو يلي سوم لبهن قلتو تيردك سنتان سيني تايسي ثم نسخ أو ثم نسخ الله ذلك فأوجب الصيام تها أمد عيال يدوغي صوم فردي أبي كل نمو الصوم ضد هاي النمو عاقل بالغ قادر مقيم تا شروط اللي تنتهي تأمر الله يلي صوم فرد أبي بقوله تعالى اسم الحل فمن شهد منكم الشهر أي من حضره الصيام أو شهر الصيام وهو عاقل بالغ قادر مقيم هي سقيه النمو فليصومه صوم يا والدليل على ذلك حديث سلمة بن أكوع رضي الله عنه في الصحيحين قال لما نزلت هذه الآية آية تبتهت وعدي آية سم دورت ليانا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين انت آية تبتهت وعدي كان من أراد أن يفطر يفتدي فتره رعام فره يمري فدية أحيوكين مساكين اسكموكين حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها فمن شهد منكم الشهر فليسوم انت آية تبتا فنهاي آية تبتيمهين هرسايته مدعا بيسه هو مدعا مراعنا وفي رواية لمسلم مسلم اللي له يعني رواية لا كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامة أكوعي يلي فرموتي وقت لي نور رمضان هسوغنه من شاء صام ومن شاء أفطر دو ده فرها النمسومة كيني فر نمو فتره راعة كيني فو فتره راعه النمو يو فافتدى بطعام مسكين مساكين أسكمو كيني مسكين تسكمو كيني حتى نزلت هذه الآية إلى تاية توبة فنه فمن شهد منكم الشهر فليصومه دو ده شهري كهيميته النمو ألس سجيه أنه مثلاً تسجى عافية السجى مقيم السجى عاقل السجى هي أنه ملو يو رمضان سسومان فردي فائدة فائدتها كسي سما فائدة ممكن طويلة فائدة كان في أول الإسلام إسلام أنك نهر لا يحرم على الصائم الأكل صومه يعني هي النمو يقممي كالحرام وسكت والشرب يعبين كالحرام وسكت كادو والجماع من حين ينام أو يصلي العشاء الأخيرة عشاء الصلاة بيك ودير برد في ديان قالين إن كادو حلالك مسكن حرام وسكت عمه رمضان يميتيه وعد فأيما وجد أولا حصل به التحريم تاحا قد يديه بنك مخمو قيتنتك مع عبو قيتنتك جماع قيتمكي أفلك كنانمي حرام موسكتني ثم نسخ ذلك أمد عيال لدوقه وأبيح له إلى طلوع الفجر إن كي ينبر يخمه يا عبم إن كي ينبر سبر رد في ديان قلمي سفر النان ساعتك سواء النام أو لم دينه قطعي دينك كاكاي أبم يخمه يا عبي ينقل إما أهما أمد عدوق انتهي دعتم إن كي ينبر حاجة الدعما إلى فجري أما ينفنا تكيه ويدل عليه حديث البراء بن عازم رضي الله عنه يسحسي عند البخاري قال يمين كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم النبي محمد كتايس سكته إذا كان الرجل صائما نمسوم سككي فحضر الإفطار فترتي ميتكي فنام قبل أن يفطر أكمكة فترك على يوسانكي أبيها حول هذا الدين كابيكي لم يأكل ليلته ولا يومه وبرخ مكمنا وهو قد الدين قد ترديك ودي إلى لعك مكمنا غيري حتى يمسي إلى غيري فتر سكة ينفنا سوم سككيني برا العنك السوم كينيه وإن قيس بن سرم ابن سرمة الأنصار رضي الله عنه أصحابيتي كان صائما صوم السجيه فلما حضر الإفطار فترت ساعة ميته وكأت امرأته سبر ليميته فقال لها تيتك يمي أعندك طعام إدقان مهل تم مالي طعام تنم مالي تيتك قالت لا تنم مالي ولكن إيه
يبرها بينها كهاي أنطلقوا فأطلب لك أي حجاني فانجريو كوه جرسيو كوي عم بالكاكين وكان يومه يعمل إن كيت أنا رتامته سيسك بعرت تامته يسعي فغلبته عيناه وكلي انتك اقتيسي معنا عند قوله دين كابي فجاءته امرأته كاي برا دقام كهبهته قالت ميته تنساعة فلما رأته كاتب له توعدي قالت انته دين كاتب له خيبة لك كوه ينبريسو كوه ينفنعو وس تعبته حولات حلته دو دو اي تنقوقي تكاكين كاها تأصفت عليه فلما انتصف النهار خلاص مفتور الناي وبرد دينيه جيرار سوم الدبيا كسي لعقده تميته وعدي جيرار غشي عليه عوله يسهب عليه فذكر ذلك النبي فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يلي فرموته تمه كسين سنتي فنزلت هذه الآية تا آية تبتنا بالتوق أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ليلة رمضان هسينه تنين برا رمضان بر سيني قبطو سيني برهن انتتي في دوتان قرين سيني دعتها مكمك مع أبو سين ففرحوا بها فرحا شديدا صحابة كردمت دوتي فرحي ونزلت وبتهكاد وكلوا واشربوا كما يعوبا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض وقدر عدو أكتسيني بدا عما من الخيط الأسود تتاكتك معناه برتدتك ما حدي في سينه بدا عما ينفنها وكما يعبا هي نهن آية بته كدمت دروفين فهذا الحديث أحاديثي يدل على أن ذلك كان محرما عقب النوم دينينك ودري آنها بنام يخميني عبين حرامك النوم وأما تحريمه عقب صلاة العشاء فقد ثبت ذلك من حديث أبي هريرة عشان لك لنكن حرامك النمي أبو هريرة حديث لدبعته وأخرج أبو داود من حديث ابن عباس وفي سناده علي بن حسين من واقد وفيه ضعف وله طريق أخرى عند ابن جرير من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليل عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طالب عن ابن عباس رضي الله عنهما به وهذا السنة ضعيف والإضعف عبد الله بن صالح والانقطاعه بين علي وبن أبي طالب وابن عباس وهو يزيد الحديث قوة أحديث لقوة بحسيسائي.